السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مهم، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير في هذا الفيديو. البنات، بعد ما شاركت معكم شي داك المشكل اللي كان وقع ليا، وكما قلت لكم انا راه خاصني باش نعتقل القناه ديالي، يعني انا خاصني كل نهار نلوح الفيديو، وكنتمنى يا سيدي ربي ان ربي يعاونني وتكونوا معايا نتوما وتساندوني وتشجعوني باش يلاه نعتق شويه. المهم البنات، اليوم الاربعاء في العشيه يحيى ولدي كيمشي يلعب الكره، وكان ضروري انني خصني نمشي معاه لحقاش، حيت المهم نخلص له الشهر وفي نفس الوقت خصني نحضر معاه. عيطوا لي قال لك لا ضروري صحته واحد لي باغون، ما عرفتش انا علاش. المهم وغادي نمشي معاه دابا ونوريكم الاجواء اللي كاينين تما، كل الدراري كيلعبوا، نوريكم الملعب اللي كيلعب فيه، راه تقريبا هذا الملعب ديال الاهمال كاين في المحمديه. المهم غادي نوريكم فين جاو داكشي ووريكم الاجواء تما، غير نشارك معكم هذيك الاجواء وصافي البنات. يلا البنات ما تبقاو ما تشوفين، اسمحوا لي غادي نوريكم هذا كما قلت لكم هذا الملعب ديال الامل فين جا. هذا الشيء، هذا الجامع اللي سولتوا عليه في جيت حي النصر الجديد، تقريبا سميتو جامع الفردوس، ها هو. المهم وغتمشيو مع هذا الشارع نيشان، انتما كتشوفوا شي، وهرا هو الملعب، الشيء راه هو كيبان لكم بالزرق، هو هذا، هذا هو الملعب ديال الامال، راه جا ما بين حدا حي النصر الجديد معروف. المهم البنات، انتما في الحقيقه خاص كل درب ولا كل مثلا حي خاصها تكون فيه تقريبا ملاعب القرب بحال هكا، يعني حق الناس هذو المسؤولين الله يهديهم. واخا هاد الملعب ها هو مدايرينو هنا، ولكن ماشي، انا كنت فيت لي شاركت معكم واحد الملعب كاين في المنصوريه، ما شاء الله تبارك الله عليه، زعما كبير وزوين ومنظم بواحد الطريقه زوينه. هذا عادي فهمتي، ماشي شي حاجه. شفتوا هذا هو الدخله ديال الملعب، شفتوا كي داير، ماشي شي حاجه، ولكن المهم فين كيلعبوا وليداتنا وصافي. شرا سميتو جاي باش نخلص يا البنات، نخلص لي الشهر ساعه الاداره التسادي مع سبانهم. المهم انا ندخل ونوريكم كيفاش كيلعبوا الدراري تما، وهذا نشارك معكم هاد الاجواء. هو كبير ولكن ما كاينش شي اصلاحات، انا ما كنديرش ليه من الاشهار، ولكن المهم هادو راهم ملاعب القرب، راه في الحقيقه راه خصهم يكونوا اساسيين وخصهم يكونوا ضروريين، الله يهدي المسؤولين كما قلت لكم. ماشي شي حاجه اللي هي، راه خصهم راه مرغمين وملزمين انهم يديروا لنا ملاعب القرب لوليداتنا. احنا الحمد لله ماشي غاديرينهم لينا فابور، راه كنخلصوا، ولكن راه ما كاينش واحد النظام وما كاينش هذا، راه شويه شويه بصح المدربين راه دايرين الجد ديالهم وكيلعبوهم وهذاك الشيء، وتا وليداتنا فرحانين كينشطوا مع راساتهم وهذا الحمد لله. ولكن كتشوفي بعض الملاعب في شي بلايص اخرين كتقولي علاش لا، ما هاد المسؤول ملي كيكون في واحد البلاصه بالضبط علاش ما يديرش الخدمه ديالو، يدير شي حاجه زوينه، شي حاجه نقيه هكا الوليدات، راه ملي كيصايب البلاصه اللي هو مسؤول عليها راه كيشرف حتى المنطقه اللي هو فيها. اي والله يهدي ما خلق وصافي. يلا البنات غادي نشارك معكم شويه داك الاجواء اللي كيلعبوا الدراري، ما عرفتش شنو نوريكم التدريبات ديال الدراري اللي كيدير لهم المدرب، انا نوريهم لكم كيفاش كيدربوهم، غتسمعوا الغوت ديال المدرب بعدا هو الاول. هانتم دابا هادو هما الوليدات كيما كيقولو كيباسيو بيناتهم، شوفو المدرب يخرج ليه حلاق. الدراري كيفاش كيباسيو الكرة، أنا
البنات انا نصور لكم الفرقه اللي فيها كما قلت لكم يحيى ولدي. هذه هي الفرقه ديالو حيت تقرب تيران كبير، وكل كل كل مدرب كيدرب فرقه. وهذا هما الوليدات تقريبا هما راه 2011 كلهم كيديروا مجموعين في بلاصه وحده. يحيى ولدي راه هو التونية ديالي اللي مجوج الالوانات. في الاول كيديروا معاهم هاد التسخينات، حكيتهم الكواري وكيبقاو يلفوا لبعضياتهم كما كيقولوا مع الباس. عاد كيلعبوا في الاخر ماتش بيناتهم. ديال ودف مول 25 نمره 25. انتم كتشوفوا انا نصور لكم يا يا ويت دي تعطل كيربحش كيكعا هانتوما البنات. المهم البنات هنا كنكون ساليت معكم، وصلت معكم نهاية الفيديو. نتمنى نكون خفيفة على قلوبكم. البنات انا كنطلبكم انكم تبارطاجيو هاد الفيديو الماكسيموم. المهم باش تعاونوني فضلا منكم وليس امرا.
انتما. المهم صورت لكم اجواء كامله. يلا البنات خليتكم على خير، حتى الفيديو الماجي ان شاء الله باذن الله.